نجم الصقور حمادي أحمد يوجه نصيحة لأيمن حسين وعلي جاسم مع المنتخب الوطني. دائما يعني بعد كل مباراة انه اتصل بأيمن وادز له رسائل، حتى بعد هاي المباراة الأخيرة يعني، وبعد مباراة اليابان يعني، حتى انه كلمته قلت له انه لما تسجل هدف او هدفين لا تطلع كثير عن منطقة الجزاء، فدائما انه تكون موجود في منطقة الجزاء، خطورتك في منطقة الجزاء. فالمهاجم يعني ما شاء الله نحن عندنا لاعبين يعني ورا المهاجم لاعبين جيدين يقدر يوصلون الكرة بسهولة للمهاجم. فأيمن ولا غير أيمن أنه دائما ما يطلعون كثير من منطقة الجزاء، لازم يكونوا متواجدين قريبين عن المرمى حتى أي فرصة تجيهم يسجلون. أتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. أتواصل وياهم يعني علي جاسم اللعبة الأخيرة على كرة فرد بها ركنها على القريبة، قلت له المفروض تركن بالبعيد. أيمن أيضا أتواصل وياه، إبراهيم بايش، نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله يا رب قلوبنا كلها معاهم، وإن شاء الله الفوز باكر لسود الرافدين.